السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار يا جماعة؟ الناس مشغولة في الميد ترمات ولا يا 15 بس اللي موجودين؟ الو، الناس سامعاني؟ ايه الاخبار يا جماعة؟ ايه، فين الناس؟ ولا الناس ما ذاكرتش؟ هو الصوت بيوصل متأخر ولا ايه؟ تمام، ازيك يا استاذ عصام؟ كله تمام؟ طب يا جماعة، كم واحد من الموجودين حضروا معانا المحاضرة اللي فاتت؟ طب نعمل فوت، نشوف. احنا كلنا 14، يعني المفروض الناس ترد عليا، ما بردش عليا غير 2. يا اهلا بيك يا باشمهندس. ايه يا جماعة، الناس نايمة طيب ولا ايه؟ طب نلغي المحاضرة النهاردة؟ الموضوع ان احنا بنشرح خرسانة مانيوال، اللي هو الكورس بتاع الكلية، و علشان نساعد الطلبة شوية، على أساس إلى حد ما اللي ناقصه حاجة يفهمها، واللي كان عنده نية إن هو يعتمد على كورسات نوفر عليه شوية يعني. وفي نفس الوقت يبقى عندنا، يبقى في موجود في الأكاديمية حاجة، فيديوهات لشرح المادة دي، الشرح الخرساني مانوال، مش موجود كتير إعلانات، فده يبقى سورس للناس كلها. اللي فات احنا دلوقتي شغالين في البيمز، اتكلمنا المرة اللي فاتت في الفيرست برينسيبل، وكان المفروض النهاردة نتكلم على شوية تطبيقات على الفيرست برينسيبل، بس أنا مش عارف فين الناس اللي كانت طالبة مني تطبيقات، يعني كان مفترض بيهم إن هم يكونوا موجودين، وإلا أنا ما كنتش هعمل تطبيق أصلا يعني. وأنا مستغرب جدا إن في على الروم 15 شخص، واللي رد على البوت 10. أنا مش عارف، طب
يعني الخمسة التانيين لا سامعيننا ولا شايفيننا ومش فاهم الموضوع يعني. لو مش سامعيننا ومش شايفيننا طب موجودين ليه على الروم؟ طبعا. طب اعتبر الاربعه ال ال ماشي يا استاذ عصام ماشي. طب يا استاذ عصام انت رديت على الفوتنج ولا لا؟ رديت على الفوت؟ انت اصلا هندسه يا استاذ عصام؟ ماشي يا باشمهندس. اوكي معانا ناس حاضرة، كانت حاضرة قبل كده خمسة من اللي كانوا حاضرين المحاضرة بتاع المرة اللي فاتت. الناس الخمسة دول بقى اللي انا الناس دي ذاكرت المحاضرة اللي فاتت بالورقة والقلم ولا لأ؟ أكيد. نعم. ايه كمان؟ بس عمر يعني منور يا باشمهندس. سيد همام ايه الاخبار؟ بالورقة والقلم يا شباب، مش مراجعة فيديو بس. طيب الدعم الفني المحاضرة بتتسجل مظبوط؟ معانا حد من فريق تسجيل؟ تمام شكرا يا باشمهندس. ماشي يا جماعة، على عين يعني. احنا ايه بقى؟ احنا نبدأ و طيب احنا يا جماعة النهاردة عندنا حاجتين، عندنا محاضرة جديدة هنتكلم فيها عن التصميم باستخدام التشارتس، وعندنا جزء تاني المفروض ان احنا كنا نكمل بيه المحاضرة اللي فاتت، هنتكلم فيه عن شوية تطبيقات على الفيرست برينسيبل. تمام. طيب تحبوا نشتغل ايه الاول؟ تمام. الناس اللي عايزين نشتغل الاول على تطبيقات تكتب واحد لو سمحت. الناس نايمة، مش عارف هو ده من اثر الميتر مات ولا من اثر ان الناس لسه صاحية من النوم. ايه الموضوع يا جماعة؟ طيب ماشي. الناس معايا نبدأ. ماشي يا جماعة بسم الله.
لو حابين، لو حابب اديلكم خلفيه سريعه على ال، ولا مش هناخد خلفيه سريعه واحنا شغالين نفتكر شويه ايه اللي بيحصل. اوكي نفتكر شويه، بس اتمنى ان الناس تكون مذاكره عشان خاطر ما نتوهش من بعض، عشان لو مش مذاكرين واحنا اصلا اونلاين مش شايفين بعض فهنتوه يعني. يلا بسم الله. في الاكزامبل الاولاني يا جماعه ايه ايه المطلوب؟ بيقول لك قاريين يا جماعة، قاريين الاكزامبل ولا لا؟ قاريين الاكسرسايز؟ ايه بقى عايز ايه؟ حد فاهم، حد فاهم المطلوب؟ ايه المطلوب؟ حد يكتب معايا كده، الناس تفوق كده، حد ناس تتكلم. لا واحد واحد. ايه يا عمر قول لي فهمت ايه؟ انا مش جاي اشرح، انا جاي عشان انتوا تحلوا. يعني معرفة إذا كان القطاع ينهار في الشدة أو الضغط. لا يا عمر الموضوع أبسط من كده شوية. إحنا قلنا إن القطاعات عندنا 3 أنواع: balance section, under reinforcement, و over reinforcement section. كويس كده؟ هو هنا بيسألك من المعطيات اللي موجودة قدامك دي حدد هو هيكون إيه هي الماكسيمم أريا للستيل للقطاع، وإذا كان في كل حالة من الحالات دي القطاع under reinforcement ولا over reinforcement. إيه الفرق ما بين ال under reinforcement وال over reinforcement يا شباب؟ ده المحاضرة فيها صوت أكيد أنا بتكلم يعني. ريفريش بس يا باشمهندس. يا جماعة طب انتوا مش سامعيني؟ طيب هعمل ايه؟ طيب انا دلوقتي تمام. ايوه كده. طيب لا انا دلوقتي اوكي كلامك مظبوط، بس انا دلوقتي في الحاله بتاعتي اللي هو مديني اريا ستيل وابعاد القطاع، يعني هو مديني كذا كيس للاريا ستيل، اريا ستيل 500 مللي واريا ستيل 1000 واريا ستيل 1500 مللي مربع واريا ستيل 2000. لان الاف اس يو بتاعتك ب 25 اللي هي 250 كيلو جرام و360 للحديد و300 و360 اللي هي 3600 كيلو جرام للسنتيمتر المربع. تمام. هو دلوقتي مديني الابعاد ومديني مساحه الستيل، عندي ثلاث عندي 4 حالات ستيل. تمام. طيب انت تكون في الظروف اللي انا فيها دي، امتى يكون القطاع اندر وامتى يكون اوفر؟ بص يا جماعه احنا عندنا اريا ستيل ماكسيموم اتكلمنا عليها المره اللي فاتت وقلنا ميو ماكسيموم، فاكرين ولا مش فاكرين؟ قلنا ان في ميو ماكسيموم في القطاع، للقطاع متعرفة في الكود، فاكرين ولا لا؟ تمام. يبقى انت لو تعديت الاريا ستيل ماكسيمم يبقى انت اوفر رينفورسمنت، لو انت تحت الاريا ستيل ماكسيمم يبقى انت اندر رينفورسمنت. متفقين ولا لا؟ اللي معايا يكتب واحد يا جماعة. متفقين؟ طب لو سمحتوا بس يا جماعة ايه انتوا لاحظوا، بس عايز اقول لكم على حاجة.
لاحظوا ان احنا مش شايفين بعض كويس كده، اداه التواصل ما بيننا ان انا الاقي رد فعلكم على الشات انكم تقولوا لي ان انتوا فهمتوا، واحنا اتفقنا من اول مره قعدنا فيها علشان اشرح فيها خرسانه واستراكشر، قلت لكم ان انا مش بحب اقعد اتكلم وخلاص، بحب الناس تكون متجاوبه علشان خاطر الناس تفهم احسن. فلو الناس مش مركزه دلوقتي ببساطه شديده فعلا هنلغي المحاضره، مفيش مشكله، اصلا المحاضرات معموله عشان انتوا تستفيدوا، فلو انتوا مش مركزين دلوقتي ممكن نقفل المحاضره مفيش مشكله تمام، لو مركزين خلينا نتفاعل. طيب نعمل مراجعه سريعه الاول على المحاضره اللي فاتت علشان الناس ما ذاكرتش. يا جماعة طيب، لان طيب خلي التطبيقات لاخر المحاضرة دي اوكي، واذا ما فضلهاش اخر المحاضرة دي حاجة تكون الناس حاضرة المرة الجاية ونقدر نعمل التطبيقات. المحاضرة دي انا عاملها فيها شوية مراجعة صغيرة على اللي فاتت، وهنتكلم على التصميم بالتشارتس. تصميم بالتشارتس موضوع سهل، بس الاول خلينا نرجع الاول شويه على المحاضره اللي فاتت تمام. طبعا 100 مليون شكر للمهندس ياسر الليسي لان هو السورس بتاعنا يعني تمام. طيب هنبدا الموضوع من عند اخر نقطه، يعني مش من عند اخر نقطه وصلنا لها، من عند الكونسبت العام اللي هو انك علشان تبدا تصمم بتعمل الاستراكشر، بتعمل الاناليسز الاول كويس كده، توصل لمومنت وشير، ومن المومنت والشير تبدا تصمم القطاع بتاعك كويس كده، تجيب له حديد وتجيب له خرسانه وتجيب له اللي انت عايزه. طيب قلنا ان افضل الطريقه اللي انت بتجيب بيها المومنت والشير بنستخدم فكره اسمها الماكسيمم ماكسيمم بيندنج مومنت او الماكسيمم ماكسيمم شير. يعني ايه؟ اتكلمنا المره اللي فاتت في الماكسيمم ماكسيمم كده على خفيف، وبرده المره دي هنقول كده ايه لمحه صغيره. قلنا ماكسيمم ماكسيمم يعني انك بتعمل حاله التحميل اللي تجيب لك افضل، مش افضل، اكبر قيمه مومنت نيجاتيف مع اكبر قيمه مومنت بوزيتيف تمام يا شباب. تمام طيب برضو اللي هنا في اللي هنا في في السكرين دلوقتي اللي انتوا شايفينه السلايد دي مجرد مثال. انت دلوقتي لو عايز تحل البيم على الكانتيليفر دي تجيب لها الماكسيمم ماكسيمم، فانت ببساطه بتقلل جدا الاحمال على الكانتيليفر، وساعتها بتضرب اللايف لود في زيرو يعني انت ما عندكش لايف لود، وبتضرب الديد لود في بوينت 9 يعني اقل من الواحد. متخيلين قد ايه ممكن تقلل تمام؟ وتيجي جوه الكاميرا تيجي ضارب اللي هو هنا جوه الكاميرا، تيجي ضارب اللايف لود في 1.6 والديد لود في 1.4 تمام؟ فيبقى هنا الرقم قليل جدا وهنا الرقم كبير كويس؟ فيجيب لك المومنت اللي هو ساقط كتير هنا تحت اوكي. طيب ولما تعكس الموضوع وتخلي هنا اعلى وتخلي على الكانتيليفر، بتخلي الكانتيليفر هو اللي عليه الانكريز اللي هو اعلى قيم، فيجي يعمل لك ايه؟ يجي يعمل لك اعلى قيمه هنا كده تمام. تجمع الاثنين على بعض يدي لك الماكسيمم بيندنج مومنت للكاميرا والماكسيمم بيندنج مومنت النيجاتيف والبوزيتيف تمام يا شباب. الناس معايا وهكذا في اي شكل، وهكذا في اي شكل انت بتقعد تفكر ازاي تجيب اسوأ حاله مومنت، اسوأ حاله تحميل وتستخدمها. زي ما قلت لك مسموح لك انك تقلل اللودز بانك تضرب تقدر تقلل لحد ما تضرب اللايف لود في زيرو يعني كان مفيش لايف لود ابدا على الحته دي، وتضرب الديد لود في بوينت 9 كويس. ده كده في حاله انك بتنقص جدا، يعني مسموح لك تنقص لحد كده، وتقدر تزود لحد حاله التحميل العاديه اللي هي 1.4 في الديد لود زائد 1.6 في اللايف لود
اوكي يا شباب، مفهوم الجزئيه دي، الجزئيه دي كده شويه ايه، ما بنستخدمهاش كتير، لان في الاخير انت بس المهم يكون عندك الكونسبت وتقدر تستخدمها لو طلبت منك في امتحان، وما بتبقاش مطلوبه في امتحان على سكيل كبير، بتبقى حاجه صغيره زي البيم والكانتليفر دي. لكن في الشغل انت بتستخدم البرامج الاناليسز والموضوع بيخلص. تمام. طيب حاجه هنا كمان، فاكرين يا جماعه اتكلمنا عن ان في معاملات امان للماتيريالز اللي احنا بنستخدمها في تصميم الخرسانه، اللي هي الكونكريت، ومعامل امان للكونكريت جاما سي، ومعامل امان للحديد جاما اس. تمام. طيب المعاملات دي زي ما اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، باي ديفولت كده بتبقى الجاما سي بواحد ونص، والجاما اس بواحد و15. ده زي ما قلنا عليهم قبل كده في الايه، في الكود المصري بينص ان هم يكونوا كده. تمام. ده في حاله ان انت عندك بيندنج مومنت بس على القطاع، في حاله ان انت عندك بيندنج مومنت. طيب لو عندك اكسيال فورس كمان على القطاع، يعني عندك مثلا كاميرا عليها نورمال، اظن قابلكم كبير كتير الموضوع ده وانت بتحل في الاستراكشر، يكون عندك كاميرا عليها نورمال. تمام. طب لو كاميرا عليها نورمال هتحتاج تدخل في المعادله دي. تمام. ليه؟ لان معنى ان في نورمال معنى ان في وارد جدا يكون في اكسنتريستي. عارفين ايه يا جماعه الاكسنتريستي ولا لا؟ حد مش عارف يعني ايه اكسنتريستي؟ طب الناس اللي كتبت واحد دي معناها عارف ولا مش عارف؟ لو مش عارف اكتب اتنين. ماشي. مين تاني غير عمرو؟ تمام. بصوا يا جماعه احنا لو عندنا سيكشن عامل كده، ها ده القطاع بتاع السيكشن. تمام. وده المركز بتاع السيكشن، النقطه دي، ودي النقطه اللي بتاثر فيها الاكسيال فورس. اوكي. يبقى كده القطاع ده ما فيهوش اكسنتريستي، لكن لو كانت الاكسيال فورس يعني المومنت زائد الاكسيال فورس، المومنت في الاخير عمله قوه، بقت بتاثر هنا. تمام. تبقى المسافه بين النقطه دي للمركز هي دي اسمها اي، هي دي الاكسنتريستي. مفهوم يا جماعه؟ طيب ايه هي التي؟ هي التي يا شباب، التي هي طول القطاع كله، ها من اعلى نقطه لاخر نقطه، طول قطاع الخرسانه كله، طول العمود. لما هندخل في تصميم العمدان هنرغي في الحته دي كتير لانها مهمه جدا في تصميم العمدان. تمام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب في الاخير وبعد ايه، اهلا نورت. انت جاي متاخر على فكره، مش هندخلك. هو ايه يا عم انت كده داخل طالع كده بمزاجك؟ في الاخير يا جماعه، بعد ما تجيب الجاما سي او الجاما اس ايا كانت جبتها من المعادله او استخدمت الارقام الافتراضيه اللي في الكود، فانت في الاخير لازم تقسم الاف سي يو والاف ييلد على معاملات التقليل. اوكي. تمام يا شباب. نرجع بقى ايه، نرجع بالذاكره المحاضره بتاعت المره اللي فاتت. محاضره المره اللي فاتت اتكلمنا فيها على ثلاث حاجات: بالانس سيكشن، اندر رينفورسمنت سيكشن، اوفر رينفورسمنت سيكشن. تمام. مساء النور. بالانس سيكشن قلنا اللي فيه بتكون فيه سي. حد فاكر يعني ايه سي؟ اللي فاكر السي وذاكر السي كويس يكتب واحد. ايه بقى السي؟ عايز حد كده تمام يعرف لي السي من غير رسومات ومن غير اي حاجه، يكتب كده تايبنج كده يعرف لي يعني ايه سي. ماشي. حلوه. الناتشرال اكسس. حلو. ايه تاني؟ مهندس رامز انت المفروض ترجع
على القليل تسمع المحاضرة اللي فاتت عشان تقدر تفهم دي. الجزء المضغوط برضو حلو التعبير ده، الجزء المضغوط. لا لا مش الجزء المضغوط، الجزء المضغوط، الجزء المضغوط. انا بس عايز اعلق على كلمة الجزء المضغوط دي عشان الناس تركز معايا. الجزء المضغوط بوينت 8 سي، اللي هو بيساوي الايه، الايه بتساوي بوينت 8 سي، ده الجزء المضغوط. صح يا باشمهندسة؟ تمام. هو افضل تعبير ان ده الناتورال اكسس، دي النقطة اللي بيتحول عندها الكيرف من ضغط يروح الناحية التانية عشان يبقى شد. تمام. طيب عند السي بالانس، لما نرجع تاني كمهندسة منى، عند السي بالانس السي دي بتساوي، فاكرين تعمل المعادلة دي ولا لا؟ ها شباب، لما قلنا السي بتساوي 6000 على 6000 زائد اف يلد على الجاما اس اف دي، فاكرين ولا لا؟ المحاضرة اللي فاتت. طيب وقلنا لما يكون القطاع اندر انفورسمنت لازم تكون السي اقل من السي بي، صح كده؟ ولما يكون القطاع اوفر انفورسمنت لازم ان تكون السي اكبر من السي بي. طب حد كده يفسر لي بالمعاني كده بس بالكلام، ها؟ يعني ايه ان سي اكبر من سي بي او سي اقل من سي بي؟ ها يا جماعة؟ ألو؟ ألو؟ طب الناس ما بتردش عليا ليه؟ لا هو لو انت مش فاهم انت معذور، لكن الناس الباقية مش فاهمة ابقى انا زعلان. مهندس علاء اهو من ماليزيا دخل معانا، ولا مش مهندس علاء يعني ايه سي اقل من سي بي؟ ولا يهمك. طيب عمر بيقول ان السي اكبر من السي بي، يعني الحديد مش هيوصل لليلد، يعني هيحصل كراشنج للخرسانة، صح كده يا عمر؟ عمر معماري يا جماعة على فكرة، ودايس معانا احسن اكتر من الانشاويين الموجودين. طلع مدني. طب انت ضروري تحرجني يعني. طيب خلينا نقول ان انت لما يكون عندك السي اقل من السي اي، طالما محدش مذاكر ومحدش عارف يرد معايا، طيب يبقى ايه؟ يبقى الحديد هيحصل له ييلد، تمام؟ تبقى الخرسانة خدت الماكسيمم بتاعها وقربت تتكسر قبل ما يكون الحديد قرب يحصل له ييلد، ولا لا؟ انا كده بتكلم صح ولا ايه؟ تمام. ايه الصح بقى؟ ان اليلد هيحصل الحديد الاول، اوكي، يعني انت بتضغط على الحديد اكتر، تمام مظبوط. والسي اكبر من السي دي، ده العكس، ان الخرسانه هيحصل لها كراشنج وهي والحديد لسه ما حسش باي حاجه، اوكي.
طيب يا جماعه، نظريه الالتيميت بتعتمد على ان احنا شغالين على الاندر انفورسمنت سيكشن. اوكي معلش يا معلم. تمام، النظريه بتاعت الالتيميت ديزاين بتعتمد بصفه، يعني هي اساسا نظريه مبنيه على فكره الاندر انفورسمنت، ان الحديد يوصل لليلد الاول ويبدا يحصل تشرخات، فتقدر تعرف ان القطاع بيحصل فيه مشكله فتبدا تشيك وتقدر تنقذ المبنى قبل ما يحصل انهيار. اوكي طيب، ايه هي بقى كل ده يا جماعه احنا بنراجع على اللي فات، انا بس بحاول الخص لكم، يعني ده كان ملخص المحاضره اللي فاتت. احنا شرحنا المره اللي فاتت من كتاب مشهور، كتاب كونسبت، هنا من مع مهندس ياسر بيلخص الامور على قد ما يقدر. تمام طيب، ايه هي بروبرتس فاندر رينفورسمنت سيكشن؟ المميزات بتاعته او الخصائص بتاعته، ان السي اقل من سي ماكسيمم، ان السي ماكسيمم تلتين السي بي، المعلومه دي مهمه جدا وجذريه، يعني انت لما تعرف السي بي اللي انت عندك المعادله بتاعتها 6000 على 6000 زائد اف فيلد على الجاما اس في الدي، تيجي على طول ضربها في تلتين تجيب السي ماكسيمم بتاعه القطاع الاندر رينفورسمنت. تمام طيب، يبقى السي ماكسيمم اهو هو قام عامل اهو ضرب تلتين في المعادله اللي كانت عندنا قبل كده. تمام، لا تلتين دي ترجع المحاضره اللي فاتت اثبتناها. تمام طيب، الاي اقل من اي ماكسيمم، والاي هتطلع ببوينت 8 سي ماكسيمم، وهو حد يسال ليه بوينت 8 عشان برضو اثبتناها. تمام، يبقى الاي ماكسيمم. عموما يا جماعه انا مش هطول في الموضوع، تمام احنا دلوقتي هننقل على تشارت والموضوع هيبقى فيش، بس اللي حاصل ده مزعلني. الاي ماكسيمم بتساوي بوينت 8 سي ماكسيمم. تمام طيب، انت تقدر تجيب الاي ماكسيمم من المعادله نفسها اللي هي بوينت 8 في تلتين في 600 على 600 في جاما في فيلد على الجاما اس في دي. تمام، واقل ايه للقطاع بتساوي اقل ايه للقطاع ما تقلش عن بوينت 1 دي 10% من الدي، دي اقل دي للقطاع. ماشي يا جماعه، دي ما اثبتناش على فكره بس احفظوها على كده. تمام، اريا ستيل للقطاع الاندر انفورسمنت لازم تكون اقل من اريا ستيل ماكسيمم. تمام طبعا، الناس دلوقتي هتقول لي اعرف ازاي الاريا ستيل ماكسيمم؟ اريا ستيل ماكسيمم انك تجيب الميو ماكسيمم، الميو ماكسيمم بتساوي اريا ستيل على البي في الدي، يعني مساحه الحديد على مساحه الـ القطاع. تمام طيب، هتجيب منين الاريا ستيل ماكسيمم؟ الاريا ستيل ماكسيمم متعرفه في الكود، متعرفه ازاي في الكود؟ اهو يا سيدي، لما يكون عندك احنا الحديد بتاعنا اللي احنا شغالين عليه 3600 اللي هو ده، لما يكون عندك حديد 3600 يبقى عندك النيو ماكسيمم 5 في 10 اس ماينس 4 في الاف سي يو. ماشي يا جماعه، لا مش تمام، وانا مش عاجبني الناس والحياه مش حلوه على فكره. طيب النيو ماكسيمم يا جماعه من الكود بتتجاب من المعادله دي. اوكي طيب، 5 في 10 اس ماينس 4 في اف سي يو، دي معادلة كود، موضوع كده يعني. طيب نرجع تاني، طيب فتعرف ازاي الاريا ستيل ماكسيمم؟ بتيجي جايب الميو ماكسيمم من المعادلة وتضربها في البي في الدي، فتعرف الاريا ستيل ماكسيمم ازاي بتاعت القطاع. أنا دلوقتي قلت حاجة تحل المسألة اللي أنا قلتها في الأول خالص، فاكرين يا جماعة المسألة دي؟ المسألة دي لما قلت لكم يا جماعه احنا دلوقتي عايزين نعرف هو القطاع ده اندر رينفورسمنت ولا اوفر رينفورسمنت، ونشيك عليه ايه هو الماكسيمم حديد ممكن يتحط في القطاع. تمام، يبقى انت دلوقتي عندك الاريا ستيل ماكسيمم بتساوي ايه؟ بتساوي الميو
النيو ماكسيمم في البي في الدي، صح يا شباب؟ هتجيب النيو ماكسيمم منين؟ من الكود. ازاي؟ بدلاله الاف سي يو وبدلاله الاف فيلد. تيجي راجع تاني هنا كده على الجدول ده، انت عندك اف فيلد ب 3600، تمام؟ يبقى عندك هتستخدم المعادله دي اللي هي 5 في 10 اس في 10 اس ماينس 4 في الاف سي يو. تيجي راجع هناك كده، تيجي معوض في المعادله دي اهو، بس عايز انا اوريكم اهو، 5 في 10 اس ماينس 4 في الاف سي يو، 5 في 10 اس ماينس 4 في 25، يطلع لك ان دي مساحه الحديد المسموحه للقطاع ده، الماكسيمم اريا ستيل للقطاع. يا شباب وصلنا كده لماكسيمم، لنسبة أكبر نسبة حديد تسليح، تيجي ضاربها في مساحة القطاع تعرف أكبر مساحة حديد تسليح، أدي كده أكبر مساحة حديد تسليح. ضرب الميو في البي في الدي يديله إيه؟ ضرب النسبة في المساحة يديله مساحة الماكسيمم الحديد للقطاع ده. طلع 1125 مللي متر مربع. كويس كده؟ طيب قام ايه؟ قام قال ايه؟ اجيب، حب يجيب الاريا ستيل للبالانس، اوكي؟ حب يجيب الاريا ستيل للقطاع البالانس، تمام؟ مش مهم قوي تفهم يعني اصلا، يعني انا شايف ان هو ايه؟ مش لازم تستخدم ال، سيبك من الحته دي بتاعت ان انت تجيب اريا ستيل للقطاع البالانس. خلي انت كده عرفت، هو دلوقتي كان بيسالك بيقول لك ايه هي ماكسيمم اريا ستيل تتحط للقطاع ده، انت كده عرفت القطاع ده ماكسيمم اريا ستيل بتاعته كام، تمام كده؟ تمام. طيب هو بقى دلوقتي عايز بيقول لك في كل حاله من الحالات دي حدد له اذا كان اندر رينفورسمنت ولا اوفر رينفورسمنت. حدد لي اذا كان القطاع اندر رينفورسمنت ولا اوفر رينفورسمنت. طب هنعمل ايه؟ هنستخدم الطريقه اللي هو ماشي بيها. هو هنا قام قال ان بما ان عندك انت ان السي ماكسيمم بتساوي تلتين السي بي، مش احنا عندنا المعادله دي؟ طيب يبقى انت عندك الاريا ستيل ماكسيمم بتساوي تلتين الاريا ستيل للبالانس زي دي بالظبط، تمام؟ شال السي وحط الاريا ستيل لان هما كلهم داله من حاجه واحده، لان ده القيمه اللي بتمثل الضغط، دي القيمه اللي بتمثل الشد، والضغط بيساوي الشد عشان يكون القطاع بالانس، تمام؟ طيب قام جايب الاريا ستيل بالانس ضربها تلتين في المساحه اللي جابها دي، تمام؟ طيب طلع له 1600 وشويه. يبقى يا جماعه البالانس، البالانس سوري 3 على 2 مظبوط. يبقى البالانس ب 1690 تقريبا، 1687، كويس كده؟ طيب يبقى انت من الرقم ده تقارن، ترجع هنا كده للمساله، عندك اريا ستيل كانت 500 واريا ستيل 1000 واريا ستيل 1500، كل دول اندر رينفورسمنت صح؟ لكن 2000 اوفر رينفورسمنت. تمام؟ تمام يا شباب؟ طب هنعمل ايه؟ هنستخدم الطريقه اللي هو ماشي بيها. هو هنا قام قال ان بما ان عندك انت ان السي ماكسيمم بتساوي تلتين السي بي، مش احنا عندنا المعادله دي؟ طيب يبقى انت عندك الاريا ستيل ماكسيمم بتساوي تلتين الاريا ستيل للبالانس زي دي بالظبط، تمام؟ شال السي وحط الاريا ستيل لان هما كلهم داله من حاجه واحده، لان ده القيمه اللي بتمثل الضغط، دي القيمه اللي بتمثل الشد، والضغط بيساوي الشد عشان يكون القطاع بالانس، تمام؟ طيب قام جايب الاريا ستيل بالانس ضربها تلتين في المساحه اللي جابها دي، تمام؟
طيب طلع له 1600 وشويه، يبقى يا جماعه البالانس، البالانس اه سوري 3 على 2 مظبوط، يبقى البالانس ب 1690 تقريبا، 1687 كويس كده. طيب يبقى انت من الرقم ده تقارن، ترجع هنا كده للمساله، عندك اريا ستيل كانت 500 واريا ستيل 1000 واريا ستيل 1500، كل دول اندر رينفورسمنت صح؟ لكن 2000 اوفر رينفورسمنت. تمام تمام يا شباب. طيب تمام اهو، ام هنا شايك عليهم، اريا ستيل اقل، اريا ستيل اقل، اريا ستيل اقل، اندر انفورسمنت، اندر انفورسمنت، اندر انفورسمنت، وده اوفر انفورسمنت. ماشي يا جماعه. طيب هرجع هنا تاني. طيب في معادله تانية مهمه جدا، ودي من محددات الكود، مش كفايه ابدا انك تجيب الاريا ستيل ماكسيمم للقطاع، انت لازم تكون جايب اريا ستيل القطاع بتاعك لازم يكون عنده حديد مش اكتر من الماكسيمم ولا اقل من المينيمم، يعني انت في انت محدود ما بين حتتين مينيمم وماكسيمم، اذا حديدك اقل من المينيمم فقطاعك مش صح، واذا حديدك اكتر من الماكسيمم فبرضه قطاعك مش صح. تمام، فانت ايه لازم تشيك، لازم تشيك كمان على المينيمم. طيب بتشيك ازاي على المينيمم؟ المينيمم قال لك ايه؟ قال لك اريا ستيل مينيمم بتساوي 1.1 على الاف يلد في البي في الدي، او 1.3 اريا ستيل ريكوايرد، يعني انت لما تجيب، خلي الحته دي ليها قصه هبقى اشرحها لكم في مثال لما يجي مثال. تمام طيب، او كمان 15% 15 في ال1000 مش في المية، لانها 0.15 على 100 في البي في الدي، لو كنت بتستخدم حديد 3600 ولو كنت بتستخدم حديد اصغر شويه اللي هو ال 2400، يبقى 25 في ال1000 في البي في الدي، تاخد الاكبر من دول، يبقى دي الاريا ستيل مينيموم. لما ندخل في امثله هتشوف. ايا كان يا عمر، يا عمرو معلش، بوينت واحد 15 من 100 على 100، معلش يمكن جل من لا يصح يعني عديها لي يعني. ماشي تمام، 15 من 100 على 100، مش يعني لا هقول من 100 ولا من 10000 ولا في ال1000. تمام طيب احنا هناخد في الاخير، لازم تشيك التشيكات دي كلها، وفي الاخير هناخد اكبر واحد منهم هيبقى ده الاريا ستيل مينيمم للقطاع. يبقى انت بتجيب اريا ستيل مينيمم للقطاع، بتجيب اريا ماكسيمم، اريا ستيل ماكسيمم للقطاع، وبتجيب الاريا ستيل العاديه بتاعه القطاع اللي انت طلعت معاك من الحل. تمام، واللي طلعت معاك من الحل لازم تكون ما بين الاثنين دول، ما بين الماكسيمم والمينيمم. تمام الناس معايا؟ طيب خلاص، الجدول ده بقى ايه؟ الجدول ده يا جماعه لطيف جدا ومهم. الجدول ده بيحدد لك السي ماكسيموم على دي، وهنعرف دلوقتي بنحتاجها في ايه، والميو ماكسيموم اللي احنا احتاجناها، والار ماكسيموم، والار ماكسيموم كمان هعرفها لكم دلوقتي هنحتاجها في ايه. الجدول ده كود، يعني انت مش محتاج تحفظه، الجدول ده موجود في الكود وموجود في كتاب دكتور شاكر وموجود في كل حته. اوكي ماشي. طيب تعالوا ايه ندخل كده نجرب، ندخل في مثال علشان خاطر ايه نبدا يبدا الموضوع يثبت في الدماغ يعني. ماشي، قال لك يا سيدي ان انت عندك قطاع 25 في 70، 250 مللي في 700 مللي،
تمام. وقال لك found that ان ال area still required 300 ملي متر مربع. طيب شيك على ال area still minimum وقول لي هو ال required ده صح ولا غلط، هو ده المطلوب في الاخير يعني. يعني احنا المفروض ان احنا نجيب area still minimum و area still maximum وتطلع ال 300 دي ما بين الاثنين، هو ده في الاخير المسألة يعني. معايا يا شباب؟ طيب قلنا اريا ستيل مينيمم بتساوي ايه؟ معادلات كود 1.1 على اف يلد في البي في الدي، 1.1 على 360 في 250 في 650 يطلع لك الرقم ده تمام. طيب بيقول لك ان الرقم المينيمم مينيمم القطاع اكبر من الحديد الريكوايرد. عارفين يا جماعه يعني ايه حديد ريكوايرد؟ يعني ايه حديد ريكوايرد؟ area still required يعني ايه؟ يعني بعد ما حليت القطاع واتشقلبت ودخلت في معادلات وطلعت ودخلت، طلعت ان انت القطاع بتاعك ده علشان يبقى سيف واندر reinforcement محتاج 300 سم، ايوه الحديد الناتج من التصميم تمام. طيب كويس. طيب الحديد بقى اللي ناتج من معادلات التصميم طلع اقل من المينيموم، المينيموم طلع 476. طب احنا نكتفي بالرقم ده؟ لا ما ينفعش تكتفي بالرقم ده، انت لازم تدخل في كل معادلات المينيموم اللي احنا حطيناها هنا كده وقلنا ان احنا ندخل هناخد الاكبر منها. شايفين دول؟ ادي معادله 2 3 4 لازم تدخل فيهم كلهم على الاقل 3 منهم، لان انت لو عندك الحديد 3600 مش هتدخل في اللي تحت دي، تدخل فيهم علشان تاخد منهم الاكبر وتقرر اذا كان حديدك كده صح ولا غلط. طيب اما هو كمل طلعت اريا سيل اقل من اريا سيل مينيموم. طيب انا قال لك ايه؟ ندخل بقى في دول. قال لك اريا سيل مينيموم 1.1 على الاف يلد في البي في الدي، 1.1 على 360 في 250 في 2500 في 250 في 650 طلع الرقم ده. طيب 1.3 اريا سيل ريكوايرد، اظن دلوقتي فهمت يعني ايه اريا سيل ريكوايرد، ضرب 1.3 في 300 تمام يطلع له 390 كويس. طيب بعد كده استخدم 15 من 100 على 100 في البي في الدي طلع له 293. طيب احنا ناخد مين فيهم؟ ها يا جماعه لا انا هرجعك تاني هنا، هرجعك تاني هنا. هتاخد الاقل من دول وبعد كده تقارنه مع ده تيجي واخد الاكبر تمام. بص الاقل من دول 390 وتاخد ال 390 وال 293 فتيجي واخد ال 390. ركزوا تاني في الحته دي، من دول بتاخد الاقل وتطلع بناتج كده لبره اللي هو 390 ده، الاقل في ال 200 في ال 496 وال 390 ال 390 فتيجي واخد 390 الاقل، وبعد كده تيجي مقارنه باللي طلعت من تحت وتيجي واخد الاكبر اللي هي 390 في الاخير تمام كده يا شباب. طيب جميل قوي الكلام ده، يبقى احنا كده في الاخير الاريا ستيل ريكوايرد كانت 300 بس الاريا ستيل مينيمم للقطاع 390، يبقى احنا هنحط كام في اللوحه؟ 390 تمام. حلوة جميل. طيب بصوا يا جماعه بالبلدي كده في الكود الاريا ستيل داش، عارفين هي الاريا ستيل داش؟ الحديد في الضغط تمام كده، الحديد اللي هو في القطاع في الناحيه الثانيه من القطاع. طيب بوينت 4 ماكسيمم، ها يعني اكتر رقم ممكن تستخدمه بوينت 4 اريا ستيل، بوينت 4 اريا ستيل الاساسيه كويس كده ماشي.
طبعا لو انت في القطاع اندر انفورسمنت لازم تكون الاريا ستيل داش اقل من اريا ستيل داش ماكسيموم، ماشي؟ فاهمين الحته دي؟ يعني انت بتجيب اريا ستيل ماكسيموم بوينت 4 في الاريا ستيل اللي عندك، اريا ستيل داش المفروض تكون اقل منها. طيب من كل ده احنا بنتكلم في خصائص، في خصائص الاندر انفورسمنت سيكشن، تمام يا شباب؟ كل ده بنتكلم في خصائص الاندر انفورسمنت سيكشن. طيب من الخصائص كمان ان تكون الدي اكبر من الدي مينيموم، ان تكون الدي اكبر من الدي مينيموم. ايه بقى الموضوع ده؟ في شهاده بالكورس، في شهاده بالكورس، بس لازم انت تكون، لازم انت تكون حضرت عدد ساعات معين. انا مش عارف بالظبط عدد الساعات اللي انت المفروض تكون حضرتها، لكن لكن تقدر تعرف من الأكاديمية. 80% من عدد الساعات. تمانين في المية من عدد ساعات الكورس ده يمكن يطلع له مثلا، احنا شغالين فيه بقالنا كام ساعة دلوقتي؟ دي المحاضرة الخامسة، كل محاضرة في افريج ساعتين، ساعتين وعشرة، احنا دلوقتي عملنا 10 ساعات مثلا، كويس؟ دي المحاضرة الخامسة النهاردة 10 ساعات، ولسه فيه كمان بتاع 20 ساعة، لا أكتر كمان، بتاع 30 ساعة. بتحضر على اليوتيوب؟ شوف أنا هقولك على حاجة، بالنسبة لل بالنسبة للكورس ده اعتقد ان انا هطلب من الاكاديمية ان احنا نعمل تيست على اساسه الناس تاخد على اساسه الناس تاخد الشهادات، مش مهم انك تحضر. انا شخصيا، طب الناس حضرت المرة اللي فاتت ولا جدوى يعني. انا الصراحة متضايق جدا النهاردة، لان كان في حاجات كتيرة لو الناس مركزة كنا طبقنا على حاجات كتيرة، بس الناس مش معايا وانا مش هقدر. التطبيق محتاج مناقشة، مش محتاج ان انا اقعد احل لكم مسائل، يعني الحل المسائل محلولة في الكتب، تمام؟ فمش الحكاية انك تحضر. اعتقد ان انا اتفاهم مع الاكاديمية على اساس ان يكون الامتحان هو الاساس، تمام؟ لا لا، ما فيش مشكلة، احنا ما فيش مشكلة، نطلع بره الموضوع كده ريفرش ونرجع تاني، ماشي؟ نرجع تاني بقى. طيب قيمة الاريا ستيل، لا يا سيدي جبناها الاريا ستيل، ما هي جبنا في الاخر الاريا ستيل ب 390 جماعة. المثال خلص هنا خلاص، يعني احنا كنا بس بنضرب مثال عشان ازاي تعرف تجيب الاريا ستيل مينيموم. الاريا ستيل داش تيجي واخد الرقم ده تربه في بوينت 4، وده الماكسيموم، بس المثال مش كامل، انا بس جايب لك مثال عشان خاطر نحل بيه تعرف ازاي بتستخدم المعادلات، عشان الحته دي دايما بتلخبط اللي هي بتاعت الاقل والاكبر، هو ده بس الموضوع يعني، تمام؟ لكن لا لسه ما دخلناش في مثال كده فيه كل حاجه يعني. اوكي طيب، ايه بقى هو موضوع ان ليه الدي اقل من اكبر من او تساوي الدي مينيموم؟ بص بقى يا سيدي، قال لك ايه؟ ال الدي مينيموم دي اقل عمق، اقل عمق القطاع في حاله الاندر انفورسمنت، تمام؟ طيب واذا قلت الدي عن الدي مينيموم، يعني ده تعريف الدي، الدي مينيموم هي اقل قطاع، اقل عمق القطاع اندر انفورسمنت. طب واذا قل العمق عن دي مينيموم ايه اللي يحصل؟ القطاع هيتحول اوفر انفورسمنت. بس عايزكم تتخيلوا الموضوع ده. عايزكم تتخيلوا الموضوع ده، يعني ايه لما الدي تقل عن الدي مينيموم؟ يعني ايه لما الدي تقل عن الدي مينيموم القطاع يتحول اوفر انفورسمنت؟ يعني ايه الكلام ده؟ تخيل كده، تخيل ان يعني كمية الخرسانة تقل، مظبوط، تمام؟
والحديد يزيد. وبالتالي الخرسانة يحصل لها كراشنج، تمام. هو ده الموضوع. تمام، علشان كده يا جماعة هقول لكم على ايه. عارفين ليه الخرسانة، ليه الكمرة الكمرة المدفونة بيكون فيها حديد اكتر؟ عشان الحكاية دي. بس طبعا لازم تحافظ على الكمرة المدفونة وانت بتصممها، لان انت بتخضعها للقوانين بتاعه الاندر انفورسمنت، انت بتخضعها للقوانين، فعشان كده تفضل ماشيه معاك برضو اندر انفورسمنت. بس عشان كده لان دي قلت فبتزود كتير جدا الحديد معايا. تلاقي لو انت عندك بحر، لو انت عندك بحر 6 متر، قررت تعمل له كاميرا ساقطه، تلاقي الحديد في الكاميرا الساقطة 3 16. تمام، لو نفس المكان ونفس البحر ونفس الأحمال حبيت تعملها كاميرا مدفونة، هتلاقي نفسك بتحط حديد ما يقلش أبدا عن 10 16. تخيلوا الفرق، كمية الحديد زادت قد إيه، وكمان الدبس قل كتير. تمام، طيب جميل. طيب بصوا بقى يا جماعه، هندخل دلوقتي ايه في شويه افتراضات كده صغيره. احنا قلنا خليكم معايا يا جماعه في الموضوع ده. قلنا الام التيمت من المره اللي فاتت لو فاكرين، تمام، تلتين في الاف سي على الجاما سي في الاريا سي الماكس، في الاريا في الاي ماكسيمم في البي في مسافه، كويس كده، اللي هي ايه المسافه الدي مينيمم في اي ماكسيمم على الاثنين. انتوا فاكرين الكلام ده احنا جبناه منين قبل كده ولا لا؟ انا هرجعكم بس خطوة واحدة صغيرة كده لورا عشان خاطر تفتكروا. فاكرين الشكل ده؟ فاكرين الشكل ده ولا لا؟ طيب احنا دلوقتي عايزين نجيب المومنت، فهنجيب الـ هنجيب الـ المومنت حوالين التي، هنجيب المومنت حوالين التي. فهنقول ايه؟ هنقول ان تلتين اف سي يو على الجاما سي في الاي ماكسيموم، دي كده قيمة القوة، في البي اللي هو عرض القطاع في مسافة قد ايه، اهي المسافة دي، دي ناقص ايه على الاتنين. بنتكلم عن تصميم البيمز يا جماعة. تمام، افتكرتوا يا شباب ولا ايه؟ تمام، طيب انا بس عايز الفت نظر الناس لحاجه، ان المره اللي فاتت كانت التلتين دي بنكتبها 0.67، دايما كل ما كنا نكتب كنا نقول 0.67 اف سي يو على الجاما سي. فاكرين يا جماعه احنا هنا بنكتبها تلتين، بس هو ده يعني مفيش فرق ولا حاجه، هي نفس الحاجه يعني. تمام، تلتين بتساوي 0.67. طيب يبقى هو ضرب القوه اللي هي تلتين اف سي يو على الجاما سي في الاي في البي في المسافه اللي هي الدي مينيمم ناقص ايه ماكسيموم على الاثنين. تمام، طيب كده مظبوطه المعادله دي. اوكي، طيب في حل تاني ان احنا نعمله، بيقول لك ايه، او الام التيمت بتساوي شال التلتين، تمام، شال التلتين
والاي تربيع. يعني بص، لما تضرب لما تضرب القيمه دي كلها في الدي والاي تربيع والاي ماكسيموم على الاثنين يطلع لك ايه؟ يعني بص، لو ضربت ادي هنا عندك قوس في رقم ناقص رقم، كويس كده؟ تقدر تعوض عن المعادله دي كلها، تسيب كل الكلام ده وتتعوض عنها بار ماكسيموم في اف سي يو على جاما سي في بي في دي تربيع، تمام؟ طيب الار ماكسيموم هنجيبها منين؟ الار ماكسيموم هنجيبها من الجدول ده. تمام، جدول 1-4 ده اشهر جدول هتعيش معاه في الجزء ده، تمام؟ طيب فالار ماكسيمم، الار ماكسيمم بتبقى يا جماعه عوضا عن ال اقول ايه الاي ماكسيمم، يعني هي ار ماكسيمم بتبقى داله في الاي ماكسيمم، فهي بتشيل، انت بتقدر تشيل الاي ماكسيمم تربيع وتعوض عنها بالار ماكسيمم، تمام يا شباب؟ طيب في شوية فرق، وعلى فكرة أنا مش دكتور، أنا مهندس صغير خالص، يمكن أكبر منك بسنتين ولا حاجة. أنا مش دكتور. تسلم، ما تحرمش، ده من ذوقك. في شوية اختلافات، أنا الصراحة مش ضليع كتير في الكود البريطاني، بس أعرف شوية في الكود الأمريكاني. في شوية اختلافات. شوف الكود المصري. أنت أصلا عبد المنعم، أنت أصلا إيه؟ منين؟ أنت أصلا منين؟ مصر ام الدنيا يا معلم. من السودان. بتدرسه بالبريطاني؟ اوعدك اطلع عليه شويه، لان انا حابب اجرب الموضوع يعني. طيب يا جماعه، طيب ده في حاله ان انا عارف ان دلوقتي في معلومات كتير عماله انتوا تبصوا عليها ومتلخبطه، بس مجرد ان احنا ندخل على مثال كل المعلومات دي هتترتب. اوكي، طيب دلوقتي لو كان القطاع بتاعك فيه اريا ستيل داش، يعني في حديد في الضغط، هنعمل ايه؟ المومنت هيكون بيساوي ايه؟ تمام، المومنت يا جماعه باختصار هو اي قوه موجوده بتضربها في ذراع العزم. طب القوة الأولانية اللي احنا عارفينها اللي هي بتاعة التلتين اف سي يو في الجاما سي اللي احنا لسه جايبينها من شوية، في الاي ماكسيموم في البي في دي مينيموم ناقص اي ماكسيموم على الاثنين، مختلفين؟ مش مختلفين. طيب ايه القوة الجديدة؟ القوة الجديدة ان انت عندك اريا ستيل داش هتضربها، الاريا ستيل داش دي هتضربها في قوة التحمل بتاعتها اللي هي اف فيلد على الجاما اس، هتضربها في البعد اللي هي ايه، هو البعد الدي الكبيرة دي ناقص الدي داش اللي هي المسافه بين اعلى نقطه في الخرسانه لحد سنتر لاين بتاع الحديد الاريا ستيل داش. معايا يا جماعه؟ مومنت يعني قوه في ذراع عزم. احنا نجيب مومنت حوالين الاريا ستيل اللي تحت دي، فبالتالي هيبقى عندك قوتين بتاعه الضغط بتاعه الخرسانه وبتاعه الحديد. طب يا جماعه هسأل سؤال مهم، علامة زائد دي صح؟ اشمعنى صح؟ ليه صح؟ ليه؟ عشان الحديدة شغال ضغط، فبالتالي هو والخرسانة شغالين ضغط مع بعض في نفس الاتجاه. بصوا يا جماعة، مستحيل هتلاقوا حديد في منطقة الضغط وشغال حاجة تانية غير الضغط، يعني طب ايه اللي حطه يعني؟ والا يبقى انت كده بتكسر القطاع بنفسك، يعني بتحط
جوه المنطقه اللي شغاله ضغط بتحط له حاجه بتشتغل ازاي ما ينفعش اصلا، يعني ما فيش لوجيك في الموضوع. فبالتالي لان هما الاثنين شغالين في نفس الاتجاه، طيب زي ما قلت لك هتقدر تعوض عن الاي ماكسيمم بالداله في الار، الار رقم ثابت 0.9194 زي ما هو في الجدول. فين الجدول؟ 0.194 تمام، بتعوض عن الار فيكس الحديد بيتحمل ضغط اكبر من الشد ولا اصغر؟ الحديد بيتحمل ضغط اكتر من الشد ولا اصغر؟ اعتقد اكبر، انا مش عارف الصراحة، اعتقد اكبر. لا هقولك على حاجة تقريبا مساوي، انا معلومة مساوي دي عندي لكن مش متأكد برضو، بس خليني اقولك ان اي ماتيريال، لا عشر الصد ده خرسان، هو الضغط اكيد هيكون اكبر بشويه زي ما عمرو بيقول لسبب بسيط، ان قوه انضغاط الماتيريال ايا كان نوع الماتيريال اكبر من قوه تفتيتها بالشد. يعني مش عارف انت منطق الموضوع في دماغك ولا لا، مش عارف، بس اعتقد ان هي اكبر بشويه صغيرين او مساويه المعلومه دي عندي بس مش عارف. كلمة المادة هتروح فين دي حلوة. ماشي. طيب يا جماعة برضو من خصائص الايه، من خصائص القطاع الاندر انفورسمنت ان يكون الام التيميت اقل من الايه، من الام التيميت ماكسيموم. تمام، اذا انت عندك الدي تمام، يبقى انت لازم لو انت اوريدي عندك الدي وبيقول لك هات ماكسيمم مومنت تقدر يشيل القطاع ده، كويس كده، فانت هتستغل القطاع كله، فتيجي حاطط الار ماكسيمم وتحط الاف سي يو اللي عندك وفي البي في الدي تربيع وتجيب الار الام التيميت معايا. طيب ولو عندك اريا ستيل داش حط كمان المعادله بتاعت المومنت تزود عليها الاريا ستيل داش تمام، وتجيب الام التيميت معايا كده يا جماعه. في حاجه صعبه انا بقولها؟ طيب اكزامبل بقى عشان الناس تركز. اكزامبل عشان الناس تركز، الناس معايا. طيب بسم الله، احنا عندنا اي في سيوب 25، اريا ستيل ب 4 فاي 16، اريا ستيل داش ب 2 فاي 16، الحديد 3600 او 360، البي بكام يا جماعه؟ ب 250، والدي بتاعت القطاع ب 550. حلو كده، الدي يا جماعه ده من فين لفين؟ من اعلى نقطه في القطاع لحد السنتر لاين بتاع الحديد اللي تحت، حديد الشد. طيب ايه المطلوب؟ بيقول لك جيت ام التيميت ماكسيموم، جيت ام التيميت ماكسيموم. هنعمل ايه يا جماعه؟ طبعا اصلا المساله قدامكم يعني، بس ايه عايزين نتناقش. دي اخر حاجه احنا اتكلمنا فيها اهي، قال لك لو انت عندك الدي والام وعندك كل المعطيات هات ام التيميت ماكسيموم، هاتوا يا جماعه ام التيميت ماكسيموم. عشان تجيب ام التيميت ماكسيموم هتعمل ايه؟ هتجيب الاريس الاي ماكسيموم. ليه؟ لان انت عندك هنا في المعادله ايه ماكسيموم تمام، او هتستخدم الار. معايا الناس؟ معايا ولا لا؟ طيب خلينا كده ايه، خلينا نجرب نستخدم الار ونستخدم الـ ونستخدم الـ ونجيب الاي. لو قررنا ان احنا نجيب الاي هنقول الاي بتساوي 0.8 في 2 في 600 المعادله اللي موجوده اوريدي عندنا في الكود، كويس كده. عندك الدي، عندك الدي ب 550، تعوض عن الدي يطلع لك الرقم ده تمام، تيجي معوض في المعادله اللي فيها الاي ماكسيمم اللي انت جبتها اهي
تلتين في الاف سي يو في الجاما سي لا بلا 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 بلا، يطلع لك في الاخير قيمه المومنت بكذا، ب 13 ب 313 وكذا كيلو نيوتن في متر. طب لو استخدمت الار ودي السكه الاسهل، تيجي داخل على التيبل 1.4 تجيب الار للحديد 3600 ب 0.194، تيجي معوض بالار ماكسيمم يطلع لك الاريا المومنت ماكسيمم. في حاجه صعبه؟ حاجه صعبه يا جماعه؟ طيب بصوا بقى يا شباب، كل اللي فات ده كوم، موضوع بسيط خالص. اللي جاي بقى البساطه بعينها بقى، يعني خلاص بقى ايه المواضيع السهله يعني. هنا يا جماعه هنصمم بالتشارتات. ها يعني ايه بقى نصمم بالتشارتات؟ يعني والله في حد كده لطيف وظريف عمل مع مهندسين مدني واجب جامد في ان هو عمل التشارتات دي، عشان بقى ايه لا تفكر في دي في سي ولا في دي ولا في ايه ماكسيموم ولا في الهري ده خالص. التشارت ده في حاجه اسمها سي 1 وفي حاجه اسمها جي، تمام؟ والمحور ده اسمه سي على دي. يعني ايه سي على دي يا جماعه؟ يعني نسبه المسافه بتاعت الناترال اكسس على طول القطاع كله، كويس؟ طيب عند اول نقطه دي سي على دي مينيمم، سي مينيمم على دي، تمام؟ اقل سي على دي ودي سي ماكسيمم على دي. الناس معايا؟ طيب الموضوع ان في معادلتين مرفقين بالجدول ده بالتشارت ده. ايه بقى المعادلتين دول؟ معادله بتقول لك ان دي اللي هي الدي اللي هي عمق القطاع بتساوي ايه؟ السي واحد اللي انت طلعتها من هنا، تمام؟ هنقول لك دلوقتي بص مفتاح مفتاح البتاع ده ازاي؟ مفتاح التشارت ده ازاي؟ انك تعرف سي على دي. انت هتجيب السي زي ما بيجيب اي سي واحنا شغالين قبل كده، هتجيب السي كويس؟ تيجي قاسمها على دي يطلع لك رقم، تيجي داخل بيه هنا تحت كده على الخط ده، كويس كده؟ المفروض يعني تمام. فتيجي قاطع حاجتين، قاطع الجي وقاطع السي، فتيجي عارف السي 1 وتيجي عارف الجي، تيجي معوض في المعادلات اللي تحت فتعرف تجيب الاريا ستيل وتعرف تجيب الدي. او بيحصل حاجه تانية اللي هي العكس، انك تكون عارف السي 1 فتدخل كده تقطع الكيرف بتاع السي، وعند ما تقطع الكيرف بتاع السي تيجي نازل تقطع الكيرف تقطع الخط بتاع الجي وتيجي ماشي كده بالعرض فتجيب الجي، وتيجي نازل كده لتحت تجيب السي على الدي، تمام؟ يعني انت بتقدر تدخل على الكيرف ده من ناحيتين، من على السي من سي على دي او من على السي على حسب المعطيات اللي عندك. بص بقى دول بيمثلوا ايه؟ بص هقول لك ايه. عارف انت لما عملوا دي معادلات وضعيه، يعني ايه معادلات وضعيه؟ يعني قعدوا عملوا تجارب كتير كتير كتير، عارف التجارب اللي بتنتج عنها كيرفات ويقعد يصححها ويعدل الكيرف ويصححها، اخدت نوميريكال؟ هو حاجه زي كده. الكيرفات دي طالعه من تجارب زي دي. تمام؟ يحل مسائل ويطبقها في الجدول، يحل مسائل لحد ما عمل جدول يمشي على اي حاجه. تمام؟ طيب يبقى بقى هنا يا جماعه المساله كلها بتتحل في ثلاث خطوات. انك تعرف السي، انت في الغالب بيبقى عندك الدي، تمام؟
والام التيميت خلينا نتكلم على حاجه واقعيه يا جماعه. تمام، انا دلوقتي بصمم في مبنى، فعندي المومنت اللي جاي على الكاميرا من الاناليسز، عرفت ان انا عندي مومنت 7 طن متر. لا، الدي دايما عندك لان انت اللي بتفرض الدي. تمام، انا بص دلوقتي مش بتكلم على مساله حل في امتحان، انا بتكلم على حاجه حقيقيه. ها يعني خلي دلوقتي موضوع الامتحانات على جنب، انا دلوقتي عايز افتح دماغك على الموضوع حقيقي بيبقى ماشي ازاي. انت دلوقتي وانت في مشروع التخرج بتاعك، فايه فبترسم السقف، فرسمت السقف، حطيت ان السقف ايه الكاميرا دي 60 سم، يبقى انت هو عارف الدي كويس، الدي يعني 60 يعني عندك 57 مثلا الدي كويس. طيب وحليت وظبطت استراكشر وحليت وبتاع، وطلع لك عندك مومنت بكذا، عندك مومنت ب 9 طن متر. تمام، وعندك اف سي يو انت فرضها للمبنى بتاعك ب 250 من الاول، وعندك البي اكيد انت فرض عرض القطاع ب 25 او ب 12 او ايا كان. المهم ان انت فارض بدليل انك حليت. وما انت جبت ازاي الاون ويت بتاع الكاميرا عشان تطلع ليها مومنت معايا يا شباب؟ ما انت عشان تجيب الاون ويت بتاع الكاميرا اكيد فرضت دي ودي. طيب يبقى انت فرضت دي وبي وحليت فطلع لك مومنت، يبقى عندك ايه اللي ناقص؟ سي. بتيجي داخل على الكيرف معاك سي، تدخل تخبط في الكيرف بتاع السي، تنزل تحت تقطع الخط بتاع الجي، تيجي رايح الناحيه الثانيه تجيب الجي، تيجي معوض في الاريا ستيل، الاريا ستيل بتساوي الام التيميت اللي عندك على جي في اف في اف يلد في الدي، تيجي جايب الاريا ستيل وخلصنا حل المساله خلاص. تمام؟ مجرد فرض اتاكد من صحته بعد التصميم. مش فاهمك يعني ايه. طب ندخل في الموضوع، يمكن سؤالك يتجاوب في اكزامبل او حاجه. طيب حاجات يا جماعه لازم الناس تاخد بالها منها. بص يا جماعة الأرقام دي ما بحبش حد يحفظها. الأرقام دي تخص إن أنت تدخل على الجدول فتلاقي الأرقام بالطريقة دي. يعني يقول لك إن إيه؟ إن السي على دي بتساوي السي ماكسيموم على دي بتساوي نص. لما بتكون السي واحد باتنين ومش عارف وكام. يعني عايز أقول لك إيه؟ وإن السي على دي بتساوي، شوف يعني هو يقصد يقول لك إن أنت لما يكون، طبعا هنا ده بيبقى في الـ ده كتاب مهندس ياسر الليثي. لما انت بيكون الكيرف ده حقيقي، يعني انا بيتهيألي ان انا حطيت الصورة بتاعت الكيرف الحقيقي. ما حطيتهاش. المهم ما تحفظش الكلام ده. ماشي؟ اعرفه بس، اعرف ان انت السي ماكسيمم على الدي للحديد ال 4000 و ال 2400 بتساوي نص لما بتكون السي واحد بكذا. يعني انت لما تلاقي عندك سي واحد ب 2.664 اعرف ان السي ماكسيمم على دي بنص، ولما تكون عندك السي واحد ب 278 عند الحديد للحديد ال 3600 اعرف ان السي ماكسيمم بتساوي 0.44. ما تحصل الارقام. تمام؟ طيب بص دي بقى ايه، دي الحاجات مهمة. شوف يا سيدي، سي مينيمم على الدي بتساوي 0.125، يعني تمن تقريبا الرقم ده. اقل سي مينيمم على دي معايا يا شباب ولا لا؟ طب انا عايز اسال على حاجه يا شباب.
هو لما يبقى السي مينيمم على دي، لما السي مينيمم على دي يعني ايه؟ يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول الدي طبعا ثابته، تمام كده يا جماعه؟ الدي ثابته. خليني مش عايز، لا مش هشرحها لكم كده، خلينا لما نيجي في مثال هتبان اكتر، عشان كده الموضوع هيبقى هنلعبكم مع بعض يعني، خليها كده لما نيجي لمثال هشرحها لكم احسن. طيب بصوا هنا يا جماعه، ايه عايز يقول لك؟ ان السي مينيمم على الدي يعني السي على دي اقل من او تساوي السي مينيمم، هتكون عند السي ب 4 بوينت. هتتحل في المسائل، سيبكم من الكلام ده، تمام؟ طيب خلينا نقول ايه، خلينا نقول ان انت عندك المسألة بتيجي بطريقتين. ها خلينا نقول ان انت عندك المسألة بتيجي بطريقتين، بيجي لك يقول لك ان انت عندك اف سي يو، تمام، وعندك حديد، وعندك بي، وعندك ام التيمت، ومطلوب منك الدي والاس والاريا ستيل. يعني انت عندك الستيل اللي هو 3600 مثلا، خلينا والناس بتحل علشان الناس تفهمها احسن، تمام؟ عندك اف سي يو، وعندك الاف يلد بتاعت الحديد، وعندك البي، وعندك عرض القطاع، وعندك الام التيمت، ومطلوب منك الدي والاريا ستيل. طيب هنتصرف ازاي؟ هنتصرف ازاي؟ شوف الموضوع ان الموضوع كله افتراضات. انت بتفرض السي، بتفرض السي واحد، تمام؟ السي ليد ده مش فاهم يعني ايه السي ليد اللي انت بتقول عليه ده. عليكم السلام ورحمة. انت يا جماعه بيبقى عندك المعادله اللي هي بتاعت الدي، الدي بتساوي سي واحد على جذر ام التيمت على الاف سي يو في البي، تمام؟ سلايد. ماشي ماشي، انت عندك ايه المعادله دي، تمام؟ انت عندك، انت عايز تجيب الدي بس انت ما عندكش سي، فانت بتفرض سي، اوكي؟ بتفرض سي، بتفرض السي بكام؟ يعني انهي سي اللي انت بتقرر تاخدها؟ بتاخدها ما بين الثلاثة والأربعة، ده الكاميرات، كويس كده؟ طيب لما بتاخدها بين الثلاثة والأربعة بتعوض هنا، تجيب الدي، لما بتجيب الدي بتقربها لأقرب 5 سنتي، لما بتقربها لأقرب 5 سنتي يبقى عندك دي، بتيجي معوضها هنا أهو، كويس كده؟ تيجي جايب اريا ستيل، كويس؟ اشمعنى ما بين 3 ل 4؟ بص يا سيدي، ما بين 3 ل 4 ده بيديك جي، بيديك جي قيمتها تجيب لك اريا ستيل قليله، تمام؟ بتجيب يعني، شوف ده القيمه الاوبتيمم اللي بتطلع لك اريا ستيل جيده، ماشي؟ طيب فبتعوض، فبتجيب الاريا ستيل وتشيك على الاريا ستيل مينيمم وماكسيمم. طب يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه،
عايز اقول لكم على حاجه، بفرض الجدل انك لما عوضت طلعت الدي دي، انا شخصيا ما بحبش احل كده. انا احب احل ازاي؟ انا احب احل ازاي؟ افرض دي، تمام، افرض دي وجايب سي، ولما اجيب السي اعوض في الاريا ستيل، طلعت الاريا ستيل كبيره، يعني انا حاسس ان انا كده بهدر حديد، اغير الدي، اكبر الدي شويه، كويس. قوم لما اكبر الدي، السي ايه اللي يحصل لها؟ تكبر معايا شويه، كويس كده. لما السي والدي يكبروا، قوم اخد اريا ستيل تقل، وبالتالي انا بوفر. فاهمين القصه ماشيه ازاي؟ الكيرفات دي على فكره حاجه رائعه جدا وبتسهل كتير جدا في التصميم، تمام، بس انت تكون دماغك شغاله مع الموضوع. هو بيقول لي هات هات دي، بس انا هفرض الدي واحل، تمام. عارفين فكره الترايل اند ايرور؟ ترايل اند ايرور، جرب واطلع غلط، جرب واطلع غلط، بس المره الجايه مع كتر حلك للمسائل وتعرف الارقام وتحس بالبيمز، هتفرض من اول مره فرض صح، تمام يا شباب معايا؟ طيب قال لك ايه؟ قال لك اكزامبل، ها اكزامبل، مديك ال اف سي يو وال 3600 بتاعت الحديد والبي ب 25 سم و 300 كيلو نيوتن متر الام التيميت، ام هو على طول فرض السي ب 3.5، يبقى الجي ب 0.78، تمام. يروح معوض في المعادلة، يجي جايب الدي، خلصنا خلاص، خلاص جاب الدي، يجي جايب يجي معوض في معادلة الاريا ستيل، يشيك على الاريا ستيل من المينيمم، ويبقى كده جاب حل المسألة. فاهمين الموضوع ماشي ازاي؟ امشي فيها، همشي فيها بالراحة، بس انا حبيت احكي لكم الموضوع يعني. طيب هو ايه؟ هو انفرض السي ب 3.5، كويس كده. طيب انتوا ايه رايكم؟ انا مش هفرض السي، انا هاجي اعمل ايه؟ انا هاجي معوض عن الدي دي، مش هو هنا طلعت معاه 800، انا هاجي معوض عنها ب 70، ب 700، تمام. حد كده معاه كالكوليتر يحل معايا؟ يعني يخلي السي هي المجهول. حد معاه كالكوليتر؟ تطلع السي بكام؟ حلو قوي. تيجي راجع تاني داخل على السي ب 3.19، تنزل هنا كده مثلا شويه، كويس، تقطع هنا، تيجي جاي هنا تقطع كده على طول، تجيب لك الرقم ده، هيطلع كام يعني؟ هيطلع 0.7 على فكره، هتطلع الجي ب 0.7، تيجي معوض 0.7 يطلع لك حديد زياده شويه، تمام، هيطلع الحديد اكتر شويه، كويس. طيب لما يطلع حديد اكتر شويه، تشيك اريا ستيل مينيمم وماكسيمم، خلاص، سيف سيف، انت عايز تحل مساله وتخلص، خلاص سيف. لكن انت عايز تامن في تسيف شويه في الحديد، ما يبقاش كتير الحديد، تيجي راجع، لا طب ما ايه، مخلي الدي اكبر شويه، كويس، فتيجي مخليها ب 75، ب 750 يعني، تيجي حالل، هتطلع لك الجي ب 0.71، تمام. وهكذا لحد ما في الاخير بتعوض في الجيل اللي انت شايفها مناسبه في الاريا ستيل، فتيجي جايب القيمه، وتيجي مشيك اريا ستيل مينيمم 1.1 على اف اي دي في البي في الدي، يطلع لك رقم، يطلع سيف، خلاص خلصت. فهمتني ازاي يا شباب؟ فهمتوني معايا؟ لا مش يعني انت تفرض الدي، انت بمزاجك. الناس اللي بتاخد الدي، الناس اللي بتاخد الدي ما بين الثلاثة وأربعة، وفي ناس كمان بتحب تاخدها بأكتر من كده، ليه؟ علشان يطلع معاه أقل حديد تسليح، عشان يوفر في حديد تسليح، تمام؟ مش غلط، ده صح جدا، تمام؟ لكن أنا مش عايز دماغك تبقى مقفولة على حاجات، بس أنا بحاول أفهمك إن أنت بص يا جماعة، علم الهندسة أساسا اتبنى على فكرة إنك
تجرب وتكتشف ان ده غلط، بس تعرف ايه علاقته بالصح اللي انت هتفرضه المرة اللي بعدها وتلاقي الحل الصح. فاهمني؟ تربط دماغك بالمواضيع، وان طبيعي في الحل انك بتفرض الدي، يعني انت طبيعي في الحل بتاعك وانت شغال ديزاينر انك بتفرض الدي. كويس؟ ايوه شفت هنا سيد همام بيقول لك لازم تراعي سقوط الكاميرا حتى لا تؤثر على المعماري. تمام، يعني انت ممكن تقابلك حاله ما ينفعش تاخد فيها السيب 3.5. ازاي؟ زي انهي حاله مثلا؟ زي الحاله بتاعه الكاميرا المدفونه اللي انا قلت لك عليها، الدي بتاعتك هي اللي هتفرض عليك سي. ليه؟ لانك هتاخد دي ب 30 سم، ب 25 سم. شوف بقى ساعتها السي هتطلع بكام. تمام، السي هتطلع بكام ساعتها؟ المفروض تطلع برقم صغير جدا. تمام، فتقوم خطف الكيرف تيجي ماشيه كده كده، يعني ايه، وتطلع كده، فتجيب الجي هنا، فتلاقي عندك الجي رقم كبير علشان يجيب لك اريا ستيل كبيره. فهمتني ازاي؟ تمام يا شباب. حاضر، هحل تاني هنا في المسألة دي. طيب، ف حاجة تانية ان هو ايه بقى، يدي لك كل حاجة ويقول لك انا عايز الاريا ستيل. وده بقى يا جماعة الحقيقي، يعني ده كده ايه، دي الظروف الطبيعية. ماشي، شوف يا سيدي عشان امشي لك تاني على الخط. ها، انت لما بتجيب السي بتفضل ماشي بالخط لحد ما يخبط في الكيرف بتاع السي. اهو جبت السي هنا، فتمشي تمشي 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 لحد ما يخبط في الكيرف بتاع السي، ولما يخبط في الكيرف بتاع السي تيجي عاكس عشان تخبط في الخط بتاع الجي، فتيجي طالع لفوق كده. يعني انت الخطوات بتاعت الكيرف انك بتجيب السي واحد، فلما تجيب السي واحد لازم تخلي تعمل خط يخبط في الكيرف بتاع السي واحد، ولما يخبط في الكيرف بتاع السي واحد تيجي قالب عمودي علشان يخبط في الخط بتاع الجي، ولما يخبط في الخط بتاع الجي تيجي ماشي عمودي عشان تجيب قيمة الجي. معايا كده؟ طيب دلوقتي بقى قال ايه، هو بقى مديك كل حاجه ومطلوب منك انك تجيب الاريا ستيل، وده بقى الطبيعي يا جماعه. زي ما بحكي لكم كده، انت بيبقى عندك تبقى خرسانه، انت عارف القوه بتاعت الخرسانه بتاعتك الاف سي يو بتاعتها بكام، والحديد انت مصمم بالحديد وعارف يعني ايه، والبي والدي انت اصلا فرضهم قبل كده في القطاع، والام التيم طلعت معاك من الاناليسيس. تمام، يبقى كل اللي فاضل انك تعرف الاريا ستيل. كويس كده؟ طيب عشان نعرف الاريا ستيل ببساطه شديده بيجي جايب الايه، السي. انت عندك الدي وام التيمت واف سي، حلو كده، هات السي، تطلع بالسي تيجي داخل على الكيرف تيجي جايب الجي. تمام، طيب تشيك على حاجه مهمه جدا، تشيك على حاجه مهمه جدا، ان السي على الدي اقل من او يعني ايه، تشيك ان ما تكونش السي على الدي اكبر من الماكسيمم. بيتهيألي ان هيجي لها مسألة، انا حاطط مسألة تانية نتكلم فيها على الموضوع ده، لكن هو هنا عايز يقول لك بس، هو هنا عايز يقول لك بس ان انت لو طلعت عندك سي على دي اقل من او تساوي المينيموم. يعني يا جماعة يعني ايه اقل من او يساوي المينيموم؟ اهي شوف، يعني انت طلعت عندك سي على دي اصغر من الرقم ده اصلا، يا خد مينيموم، خد الجي ببوينت 8، اخر رقم في جد بوينت 826. بص انا فاهم انت متلخبط فين، في فرق ما بين السي واحد والسي. شوف السي واحد اهو، ده السي واحد على الخط ده، السي مينيمم على الدي على الخط ده. تمام،
السي واحد مش هو السي مينيمم على الدي، ده السي على الدي اللي احنا كنا اتكلمنا عليها اللي هي ايه، اللي هو النيترال اكسس على الدي، كويس كده. لكن السي واحد ده فيلم تاني خالص، ده حاجة وضعية قعدوا يجربوا لحد ما طلعوا بالارقام دي. لو اتجاهلنا موضوع السي دي، السي مينيمم على الدي، الموضوع هيمشي. اه مظبوط، بس لما يطلع معاك اقل من المينيمم هات الرقم ده كده، تمام. يا عم كانوا سموها جي يا عم، عارفيننا دي العالم دي. طيب يا سيدي، المهم ايه، انت لما بتكون اقل من المينيموم تاخد الجي اللي على الاخر، اخر نقطه دي، كويس كده. يعني ما تقولش بقى، يعني هو بس الراجل خايف من ايه، ان انت لما ما تلاقيش، لما ما تلاقيش جي، لما ما تلاقيش جي، لما ما تلاقيش سي، تمام، خلاص تقلق يعني. لا خلاص، ما فيش مشكلة. لو طلعت اقل من بوينت 1.25 خد الجي ب بوينت 8.26 اللي هي اخر رقم في الجدول. يا جماعة اهو بص، لو انت خدت الخط ده وصلته لحد ما يلمس الخط ده وطلعت فوق على الخط ده، هتلاقي هي دي الجي، ماشي. اه يا اما ما تشغلش بالك بارقام، انت وانت على الجدول وانت على الكيرف هتعرف تحلها، ما تحفظش. هو بس مهندس ياسر دايما بيحط حاجات كده عشان يلخص اكتر الفكره، بس ما مش ضروري تحفظ يعني، ماشي. طيب، بعد ما تجيب الاريا ستيل بتاعتك لازم تعمل ايه؟ تشيك اريا ستيل مينيموم، ماشي؟ ماشي يا شباب؟ طيب، ناخد مسألة صغيرة. ناخد مسألة صغيرة. خلاص يا عم بريك، احنا اساسا قربنا نخلص، احنا فاضل في المحاضرة خلاص يعني ولا حاجة. طيب الناس معايا ولا لا؟ طيب عايز بقى احكي لكم على قصة صغيرة خالص. انت بقى لو جبت سي طلعت معاك هنا كده تحت الخطوط كلها، يعني تيجي تعمل خط كده ما تقطعش اي حاجة، تعمل ايه؟ لو جبت سي طلعت تحت خالص كده تحت الخطوط كلها وجيت تمشي بيها ما قطعتش اي حاجه، تيجي عامل ايه؟ تيجي واخد اول سي في الجدول، اول سي في الجدول تقابلك وتيجي معوض ده في المعادله، تيجي جايب الدي. ده معناه ان ايه اللي هيحصل؟ ان الدي اللي هي كانت عندك، يعني شوف خليني اقول لك ان انت ايه، ان انت هنا في المعادله دي لو انت جبت سي يعني انت عندك الدي وكنت عايز تجيب سي، فلما جبت سي رحت على الجدول لقيتها ما بتقطعش اي حاجه، كويس. ده معناه ان انت محتاج تزود الدي ده شويه، محتاج تزود البعد بتاع الدي، كويس. فبدل ما تبقى مش عمال تخمن لسه الدي هتبقى بكام بالظبط، لا انت تيجي جايب اول سي في الجدول اللي هي 2.78 وتيجي معوض بيها هنا، هتيجي نطلع الدي الصح، ماشي. طيب في الحاله دي قول لي بقى، لو انت كنت فارض، لو انت اصلا كنت بتحل وحلل سقف وعندك اصلا الدي
برقم ده بقى اصلا اوريدي، يعني انت شغال من بدري على السقف ودي ب 70 سم، جاي دلوقتي يقول لك ايه بعد ما حليت طلعت ما بتقطعش اي حاجه، فانت محتاج تخليها 80 سم. اه لازم ترجع وتعيد تحل من جديد. ماشي ماشي يا شباب. طيب 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 عايزين ندخل شوية في الاكزامبل ده. ماشي الاكزامبل ده بيقول لك ان ايه، ان انت عندك اف سي ب 300، وعندك ان الـ الحديد ب 3600، والام ب 300 كيلو نيوتن في المتر، والبي ب 250، والدي بكذا، دي عندك 600 و500 و1000. الريكويرمنت ايه بقى؟ ريكويرمنت اريا ستيل واريا ستيل داش. كويس. طيب على طول انت اول ما تشوف السي، اول ما تشوف الدي معناه ان انت هتجيب السي، تيجي معوض في المعادله تيجي جايب السي. في حاله ال 600 طلعت السي بكام؟ ب 3. كويس كده. تيجي دخل ب 3 على الكيرف، تيجي مطلع ايه؟ تيجي مطلع ايه؟ معلم ده بس علشان خاطر في الجي. بص ليه بنضربها في 10 اس 6؟ عشان خاطر تحول من كيلو نيوتن متر للملي متر، لان احنا شغالين بالملي متر، شايف الدي بالملي متر، فانت عايز تحول يبقى كل الوحدات من كيلو نيوتن، فانت عايزها بالنيوتن، وكمان متر من متر للملي متر تحت الجذر، من متر للملي متر تحت الجذر يديك 10 اس 6. تمام. طيب هنجيب السي ونيجي داخلين على الكيرف، نجيب الجي، نجيب الجي ونيجي معوضين في معادله الايه؟ الاريا ستيل، نيجي جايبين الايه؟ الاريا ستيل. هو هنا قال لك ايه بقى؟ طيب اول ما جاب الجي قام جايب السي على دي، قام قال لك نشيك الاول على السي على دي، طلعت السي على دي ما بين الماكسيموم والمينيموم. طبعا انت بتشوف الكلام ده على الكيرف من غير ما تشيك يعني. تمام. يعني انت الكيرف اهو، الكيرف اهو، انت لما بتجيب الرقم بتاعك بتعرف ان السي على دي بتاعتك ما ان بتوين يعني. طيب تجيب الاريا ستيل، يطلع لك الاريا ستيل بكذا، تيجي جايب الاريا ستيل، خلصنا خلاص. تشيك على الاريا ستيل. ايه موضوع نيوتن اللي شاغل دماغك ده؟ ايه موضوعه؟ مالك في ايه الموضوع بتاع ليه ما نخليهاش بالكيلو نيوتن؟ طب وتحول ازاي؟ افهم سؤالك تاني معلش، قول لي تاني ايه السؤال؟ قول لي ايه السؤال تاني وانا هرد عليه. بنحول نيوتن لان انت عندك الاف سي يو بالنيوتن على الملي متر مربع. تمام. وانت هتطلع بالارقام دي تشتغل عندك في المعادله نفسها اف سي يو تحت، فلازم يبقى كله از سيم، فانت هتحول دي للكيلو نيوتن، يتحول البتاع ده المومنت للنيوتن، فانت عشان تحول لنيوتن بتيجي ضرب في 1000. كويس كده. يعني دي كده عندك 3 اصفار، وعشان تحول من متر لملي متر ادي كمان عندك 3 اصفار، يبقى 10 اس 6. ما هو احنا كده بنحاول نخلي الوحدات زي بعضها. تمام كده واصله للناس؟
طبعا يا جماعة أسهل تصميم في الدنيا تصميم بالتيشيرتات، تمام، حاجة بسيطة وسهلة خالص وحاجة كده في اللذيذ يعني. المفروض إن أنت في دقيقة كده تكون مصمم مثلا 20 كاميرا. ازاي بقى يا جماعة، عارفين ازاي بيصمموا في دقيقة 20 كاميرا؟ لا طبعا مش اكسل، لا لا لا، حاجة تانية. بص يا سيدي، ببساطة شديدة كده انت بتيجي باصص تفتح المبنى بتاعك، السقف بتاعك، تيجي تلاقي ايه عندك مثلا كاميرا، هي خبرة بقى، تلاقي عندك مثلا كاميرا شايلة 3 وكاميرا تانية شايلة 3 و2 وكاميرا تانية شايلة 5، كويس كده. و المومنت قريب من بعضيه، تيجي واخد رينج تقول مثلا انك ايه الكاميرات اللي بتشيل 5 او اقل دي كلها هصممها تصميم واحد على 5، تمام. فتيجي حصر الكاميرات اللي عندك في السقف، يطلعوا مثلا عندك كام كاميرا، مثلا 5 او اقل، يطلعوا مثلا 8 9 كاميرات، خلاص دول ليهم تصميم كاميرا واحد بي واحد. تيجي داخل واخد، يبقى المومنت بتاعك 5، كويس كده، اف سي انت عارفها، بي انت عارفها، دي انت عارفها، تيجي جايب السي، تيجي داخل على الكيرف، تيجي جايب الجي، تيجي جايب الاريا ستيل، خلاص خلصنا الكلام. طيب تقول مثلا الكاميرات اللي ما بين 5 و9 دول كلهم هيبقوا تصميم واحد، تيجي حصر الكاميرات يطلعوا لك 20 كاميرا، كويس، تيجي خلاص وخلص الموضوع. موضوع النمذجة ده كده. تمام يا شباب، انا الدعم الفني ساعات بيجي لي حاجه اسمها مسج فروم فلان، مثلا فروم عمر، فروم مش عارف ايه، فانا ازاي اعرض المسج دي انا مش عارف. وفي حاجه تانية ريز هاند، مش عارف ازاي يعني، يعني ايه ريز هاند؟ بشوف حد عامل ريز هاند. في الكورس الثاني هنشوف الموضوع ده. طيب يا جماعه انا كده تقريبا خلصنا تصميم الكاميرات بالتشارتات بالفيرست برنسبل. تمام، انا كده خلصت التشارتات وفيرست برنسبل. التشارتات فيها مشاكل؟ اعتقد انها سهلة جدا يعني، الناس اللي حضرت اعتقد الموضوع سهل ومش محتاج اي تعب. لا لا ابدا يا عم، ازاي ما زهقتش، احنا هنرجع دلوقتي للهوم للمسائل اللي كان المفروض نحلها. اتقل بس، الناس كده عندها مشكلة في التشارتات؟ هو لسه في جزء كمان في التشارتات بتاع الاوميجا هتكلم فيه المرة الجاية، بس عايز الناس تكون ذاكرت، عايز الناس تكون ركزت في الموضوع. حاضر، من عينيا، هحط لكم مسائل من هنا للصبح على الايفنت، مفيش مشكلة. ممكن نلخص الفيرست برينسيبل؟ والله يا ريس ماشي، حاضر، فيرست برنسبل ماشي، بسيطة ماشي. ماشي يا محمد، كان حد بقى بعت على الـ على الايفنت، مش فاكر مين، انا عايز افتكر اسمه، ان هو عايز حاجة تتشرح كده. انجينير عمر، مش عارف هو معانا دلوقتي على الروم ولا لا. ايه الفرق ما بين الاستيفنس والانيرشيا و حاجة كده، ايه بقى معانا على الروم ولا مش معانا؟ ايوه قول لي بقى، بتسأل بتقول ايه يعني، هو عمر ومعماري هما الاتنين نفس الشخص ولا ايه؟ اوعى تكون بتشتغلنا يا معلم يعني، عيب عليك، وانا قاعد اقول موجود 16 واحد وقليلين وفي الاخر يطلع 2 دبل.
اه طيب ماشي، قول لي بقى ايه الموضوع. ديب بيم. ماشي اوكي، هرد لك على الديب بيم. ايه عايز تسأل ايه على الديب بيم؟ الديب بيم عايز تذاكرها مظبوط، تفتح كتاب دكتور. انت منين الاول؟ منين يا عمر؟ انت من فلسطين وبتدرس في مصر في جامعة ايه؟ لا انا مش عارف الجامعه دي. في اكتوبر. طيب بص يا معلم، انت ببساطه شديده تيجي فاتح كتاب دكتور مشهور، تقريبا هي في الجزء الثاني ولا الثالث مش فاكر قوي. المهم هتدور على الديب بين في كتاب دكتور مشهور، هتلاقيها كده بتاع 7 8 صفحات كده، دول خلاصه الخلاصه. هتفهم الكونسبت بتاعها، هتفهم ازاي بتتصمم. ليها جزء صغير كده المعادلات بتاعة التصميم، هتلاقيها في كتاب دكتور شاكر البحيري، علشان لما تدخل الامتحان تبقى عارف المعادلات على طول، يعني تبقى قدامك وخلص الموضوع وتحل عليها مسألتين وانتهينا. يعني على فكرة الكونسبت بتاعها سهل جدا جدا جدا. لو الناس اللي في مشروع دلوقتي، انت دلوقتي رابعة مدني مش كده؟ لو الناس اللي في مشروع دلوقتي حابة نشتغل شوية خرسانة بعيدة عن الأساسيات دي، يعني نتكلم في التانكات، نتكلم في الشورت كانتليفر، نتكلم في الديب بيمز، جمعوا بعضيكوا كده واعملوا، حد فيكم يعمل بوست على الايفنت والناس كلها تعمل لايك، وهنخلي الأكاديمية تشوف إن في الناس دي عايزة تاخد الحاجة دي، وهم هيعملوا لكم ميعاد وانا اشرح الحاجات دي. لا 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 انا يعني الناس دي هشرح لهم الحاجات دي بعيد عن الكورس ده. الكورس ده ما فيهوش مشاكل، هنفضل شغالين، بس الكورس ده احنا بنتكلم في الاساسيات، تمام؟ هما بيتكلموا في حاجات ادفانسد جدا في الخرسانه، القطاع الوتر سيكشن، وبيتكلموا في الديب بيمز والشورت كانتليفر، الكلام ده ادفانسد شويه. طيب الانيرشيا يا سيدي، الله يخليك. الانيرشيا يا سيدي موضوعها بسيط خالص. انا زي ما قلت لك، امسك الريموت كنترول بتاع الريسيفر اللي قدامك، او امسك الموبايل بتاعك، او امسك علبة المناديل، امسك اي حاجة قدامك، تمام؟ قول لي بس انت دلوقتي مسكت ايه؟ يا معماري حلو قوي. الآلة الحاسبة لما توقفها على سيفها، الناس كلها فاهمة يعني ايه على سيفها، او التليفون لما توقفه على سيفه وتقرر انك هتقسمه نصين بايديك كده، جرب انك تقسمه نصين ما تكسروش، عشان محتاجينه في حاجة تانية، محتاجينه انك تقلبه وتخليه على وشه، تمام؟ وتجرب انك تكسره كده، ممكن يتكسر معاك اسهل من الحالة الاولانية. تمام. يبقى في الحاله اللي هو مقلوب على وشه وانت عايز تكسره برضه بايديك، الحاله دي كسر اسهل من الحاله الاولانيه، مظبوط يا باشمهندس معماري معايا؟ ماشي ماشي، ما انا جاي لك في الكلام، انت بس خليك معايا، انا فهمت سؤالك خلاص. ماشي معاك. جربت الموبايل؟
حلو قوي. الكاميرا ليها نفس الوضعيات دي. لو الكاميرا هيدن بيم يبقى كأنها الموبايل وهو نايم على وشه، صح؟ صح. والكاميرا لو بروجكتد بيم، كاميرا ساقطة، يبقى كأنها الموبايل على سيفه، صح؟ طيب معادلة الاستيفنس بتساوي ايه؟ معادلة الاستيفنس بتقول ان العرض في الارتفاع تكعيب على 12. كلمة تكعيب الباور، باور اهي. اه ماشي، اكتبها لك. حاضر. شوف فين التكست هنا اهو. بص يا سيدي، بي، خلينا نكتب بالانجليزي، بي بي اتش تكعيب على ال 12. بي اتش تكعيب على ال 12. بص كده، البي دي اللي هي عرض الكاميرا، بي اتش تكعيب على 12 عرض الكاميرا اللي هو 25 مثلا، تمام؟ والاتش اللي هو الصوت، اللي هو لو الموبايل واقف على سيفه، لو الموبايل واقف على سيفه يبقى هو المسافة بتاعة ارتفاع الموبايل ده، كويس كده؟ شوف بقى لما بترفعها اعتقد هو الانيرشيا، والانيرشيا ايه علاقتها، خليني اكمل لك الانيرشيا وبعد كده اقول لك ايه علاقتها بالاستيفنس، تمام؟ فبالك بقى كمان الارتفاع ده لما بترفعه القرص 3 لباور 3 فبيكون رقم ضخم قد ايه، كويس كده؟ وبالتالي هو ده الرقم لما بيكون اصلا كبير وترفعه القرص 3، هو ده الرقم اللي بيديك انيرشيا اكبر. وبالتالي ان اي حاجه في الدنيا لما تكون واقفه على سيفها بتبقى الانيرشيا بتاعتها بتبقى، انا يا جماعه هحط لكم دلوقتي الرابط بتاع الايفنت، خليكم بس معايا، بتبقى الانيرشيا بتاعتها كبيره. معايا انت كده ولا لا؟ وبالتالي اي حاجه واقفه على سيفها بتكون الانيرشيا بتاعتها كبيره. معايا؟ طيب ايه بقى علاقه الانيرشيا بالاستيفنس بقى؟ تمام، شوف هي الاستيفنس داله في الانيرشيا، يعني ايه؟ يعني انت تقدر بالظبط كده تعتبر ان كل ما زادت الانيرشيا كل ما زاد الاستيفنس. ازاي يعني؟ يعني الاتجاه اللي فيه الانيرشيا كبيره استيفنس. يعني ايه استيفنس؟ هو يعني ايه استيفنس؟ ترجم كده استيفنس. او القوه، صح؟ يبقى انت ببساطه تقدر تقول ان القوه، القوه او الجساءه او المتانه، تمام، بتاعه القطاع بتتكون في الاتجاه الاتش الاكبر بتاعته اللي بتكون مرفوعه الاس 3. عشان كده دي العلاقه بين الاستيفنس والانرشيا. الانرشيا بتديك المعادله، والاستيفنس داله في الانرشيا، وبالتالي قوه العنصر بتيجي من ان الانرشيا بتاعته كبيره في الاتجاه ده. علشان كده برضو تلاقيهم بيحطوا ايه، ليها معادله. يعني شوف اكيد اكيد ليها معادله، اكيد اكيد ليها معادله، بس انا دلوقتي مش على بالي، مش يعني هقلب لك شويه في الموضوع واقول لك، لكن دلوقتي مش، شوف الموضوع ده خليني اقلب لك واشوف لك ايه اللي انت بتكتبه ده. محمد ايه تري ايه 3 اي اي على ال، ترجم لي كده.
الكي ايوه مظبوط، الراجل ده كده جاب صح. اه ده يا جماعه الاستراكشر بتاع تالتة مدني، لو الناس اللي بتدرس عندنا في مصر استراكشر تالتة مدني. في استراكشر تالتة مدني بيعمل ايه؟ بيقول لك هو كل عنصر من العناصر الانشائيه دي شال كام، او خد من المومنت ده كام، او شال نورمال قد ايه، علشان هو كم مرة استفنس الناس التانيين. يعني لو اعتبرت ان كل الناس دي، كل العناصر الانشائية دي، لو انت عندك فريم مثلا، تمام، عندك فريم الرجل دي 3 اي اي، والكاميرا دي 4 اي اي، والرجل التانية 2 اي اي، فكل واحدة من دول هتشيل قد ايه من الحمل؟ كل واحدة بتشيل على حسب نسبة الاي اي بتاعتها، اللي هي الانيرشيا بتاعتها. مظبوط كده يا محمد، انا كده فاكر صح؟ تمام. طيب فانت مظبوط. استراكشر تالتة مدني ده حاجة بشعة. طيب فانا هقول لك بقى على حاجة باشمهندس، هو لو انت معماري فانت يكفيك الكلمتين اللي انا قلتهم، تمام، لكن لو انت انشائي وعايز تتعمق جدا في الموضوع، افتح مذكرات بتاعت تالتة مدني عند اي حد استراكشر، هتدخل في الموضوع شوية هتفهمه يعني، تمام، بس برضو انصحك ما تفهموش قوي، لان الموضوع ده اكتر من مكلكع بشويتين. بحط اللينك بتاعها محمد على الايفنت. تمام. لا لا، تحتاجه في التصميم الانشائي انك تبقى فاهم الكونسبت اللي انا قلت لك عليه بتاع الموبايل ده، لكن الموضوع اللي محمد كان بيكتب لك عليه الاي اي وتقسم على كام وده على كام وبتاع، ده موضوع برامج الكمبيوتر بتحله لك يعني، هي بتخلص الموضوع كويس. واما لو انت عايز تتعمق في ابحاث استراكشر فده موضوع بتاعك بقى، استراكشر اناليسيس. تمام. ماشي يا جماعة. الناس اللي معانا خريجين ولا كلهم طلبة؟ اللي طالب يكتب طالب والخريج يكتب خريج كده بعد الزوم. تمام. ماشي يا شباب، تشرفت بيكم النهارده، و انا الاكزامبلز اللي انا كنت هنشتغل عليها النهارده انا عارفاها على الايفن، عايز الناس تبص عليها وتجرب تحلها، و هرفع كمان اكزامبلز للحل بالتشارتات. الله يخليك يا باشمهندس، وهحط لكم اهو دلوقتي الرابط بتاع الايفنت، الرابط بتاع الايفنت، ثانية واحدة.
ده يا جماعة الرابط. هو الكورس ده احنا دلوقتي عملنا فيه 5 محاضرات، كل محاضرة ساعتين، واعتقد ان لسه فاضل فيه كمان 10 محاضرات. بتقول ايه يا احمد؟ عشر محاضرات دول يعني 10 اسابيع، يعني شهرين وكام؟ يعني شهرين ونص تقريبا. وفي الكورس بتاع طبعا في تيست، وهيكون تيست بجد مش تهريج، والناس كلها هتبقى على الايفنت، على الروم. هدي اللي هنحط التيست على الروم، والمفروض انك ترفع الرد بتاعك في اخر الكورس. المفروض انك ترفع الحل بتاعك، تمام، على الايفنت بعد التيست، بوقت التيست زائد 10 دقايق للرفع. كويس كده؟ ده اللي انا بفكر فيه يعني. ماشي يا شباب، اي خدمات؟ عايزين اي حاجة تانية؟ الكاميرات فاضل فيها محاضرة واحدة، المفروض نلم فيها اكزامبلز، ونلم فيها كمان حتة صغيرة كده في الشارتس. تمام؟ ماشي، ممكن جدا يا صاحبي. موضوع المحاضرات التانية والديب بيم زي ما قلت لك، اعمل بوست في الايفنت، وخلي الناس اللي مهتمة كلها، اطلب كده من الناس المهتمة كلها بالموضوع انها تعمل لايك، عشان مثلا تطلعوا 15 20 ايا كان العدد. ونخلي الاكاديمية تشوف ان والله العدد ده محتاج، ده فيه فايدة لناس كتير، ناس كتير عايزة الحاجة دي. ف يقولوا مثلا هنعمل 3 4 محاضرات في الموضوع ده، فنعمل ال 3 4 محاضرات. تمام، حاضر، ماشي. شكرا يا جماعة، السلام عليكم.